شي بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا. تتذكروا من 13 سنة وقت إجوا العراقيين عبلدنا لاجئين؟ تتذكروا كيف أغلب الناس استقبلتهم وتعاملت معهم كأهل؟ يومها ما حدا سأل حدا عن انتمائه الديني أو الطائفي أو المذهبي أو الفكري أو حتى السياسي. اليوم مع الأحداث يلي عم تشهدها بلدنا من تدخل طائفي لإيران وحزب الله، بعض الناس تبنوا تلقائياً فكرة العداوة الطائفية حتى لو كان الشخص ما إله علاقة، وما بيعتبر هاي الطائفة أكتر من شي ورثه عن أهله. اليوم السوريين بأوروبا عم يلتقوا بناس ولاجئين من جنسيات وأعراق مختلفة، بس فينا نقول إنه النسبة الأكبر من اللاجئين سوريين وعراقيين. مشان هيك عم يلتقوا بكتير من الأماكن، إن كان خلال رحلة اللجوء أو بالكامبات أو بالتجمعات أو غيرها. وهون للأسف عم نسمع ببعض الأحيان من السوري إنه العراقي عم يعطل على السوري لأنه ماله مضطر للجوء مثل السوري، ومنسمع من العراقي إنه السوري ماشي معاملته أسرع وعم يتميز على باقي اللاجئين كأنه هو الوحيد المنكوب. هذا الخطاب يا أصدقاء مو خطابنا نحن، لا كسوريين ولا كعراقيين، لأنه نحن شعبين ربينا على الطيبة ومحبة الآخر، خاصة إذا كانت بتجمعنا فيه كتير من القواسم المشتركة. من جهة تانية صارت بعض الناس تقيم على أساس الطائفة والعقيدة والمذهب، وكلنا بنعرف إنه هذا خطأ كبير، لأنه نحن أنفسنا ما بنقبل حدا يقيمنا على أساس معتقدنا الديني أو الفكري أو الطائفي أو أيا كان. وغير هيك إنه شخص ما بينتمي لطائفة معتدي مو بالضرورة يكون معتدي مثله أو يكون راضي عن اللي عم يصير. من خلال التجارب يلي مرت فيها سوريا والعراق فينا نقول إنه المفروض يكونوا الشعبين من أكثر الناس إحساس ببعض، لأنهم مروا بظروف كتير متشابهة من اللجوء والحرمان والاستغلال. وعلى سيرة الاستغلال، في رواية كمان كتير بنسمعها عن الاستغلال. السوري بيقلك إنه العراقيين بزمانهم وقت إجوا على البلد غلوا الأسعار، والعراقي بفكر إنه السوري استغل حاجته وصار ياخد منه أكتر من الإجرة المتعارف عليها. تعالوا نفكر بشكل منطقي مشان ننهي هالرواية وما نعود نسمعها. العراقي مو هو اللي غلى البلد، التاجر الطماع هو اللي غلى البلد، والسوري ما استغل العراقي لأنه مو كل السوريين استغلوا. فئة المستغلين كانت فئة قليلة يلي مستعدة تستغل أي حدا جديد على البلد ولأي ظرف. اليوم السوريين والعراقيين هن أخوة مثل ما كانوا عطول، وزاد الوجع المشترك أخوتهم وعلاقتهم. مشان هيك وقت بدك تتعامل مع أي حدا وتحكم على أي حدا، حط حالك مكانه وفكر بكل التجارب يلي مر فيها، ولا تحاول تفرض رأيك وموقفك وجهة نظرك عليه أيا كانت. وطالما ما بادر ضدك بأي اعتداء فلا تكن له الاعتداء لأسباب سطحية وما لها أي معنى. نحن أخوة الوجع، فخلينا مع بعض ولا بعض. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما.